طارق حامد، مع احترامي وتقديري انا جايبك من سموحه وانا مش طايق فرج علنا، ورحت جبتك كنت بتاخد هناك 500,000، لما جيت خدت 1,200,000. انا قبل ما امشي رفعك 16 مليون جنيه، وده كتير والله العظيم كتير. لما يجي لي الكابتن طارق حامد وانا بقول للجمهور وعلى الصفحات محدش يشتم حد، لما افاجئ انك ما قدرتش تركب الطياره في سالت الدكتور اسامه قال لي سليم ويقدر يلعب، سالت اسامه نبيه قال لي جه علينا وقال انا مش هلعب الماتش ده، انا مش هخش في عركه وانا مش عايزك خلاص، لا تستحق ان تنادي فانيله الزمالك خلاص. انا كنت فاكرك مصاب، بس انا قلت قبل المؤتمر لازم اتاكد عشان ما اظلمش، والدكتور اسامه موجود عندكم واسامه نبيه موجود. اسامه قال لي سليم ما قلتليش اركب الطياره معاهم وهم مسافرين المغرب، واتغلبنا هناك بسببك، واتغلبنا هنا بسببك، لان الراجل اضطر يحط ده مكان ده وده مكان ده، يحط الموتور ده من الدركسيون الدركسيون مكان الكاوتش، ده اللي حصل، مش عايز يخش في عركه. كان عندك عركه اكبر. ايه يا بقى؟ هو تقابل مع امير مرتضى، قعدوا ساعتين ثلاثه يتكلموا فوق، عند امير عنده كليه فوق، الحمد لله كلنا سيبنا في بيت واحد، وخلص ونزل لي تحت سكن كده الدور الثالث والرابع. اتعرض عليه ياخد 25 مليون جنيه مني انا بقى، مننا يا طارق. قلت انا ليا 9 مليون جنيه عند مين؟ في سنه بيه ولجنته. ترجع في حضنك. اتحملنا. انا افتكرت يقول لي هات العقد. قال لي لا. حصل لي استخاره ارد عليك بكره. لا الزمالك ينتظرك يا طارق ولا مرتضى منصور ينتظر، من ساعتها واخد القرار. تاني يوم ما فات انت مش عندي خلاص. بس انا كان عندي ماتشين مهمين. الوداد من رجلهم حقهم في اسوأ حالاتهم وكسبوك رايح جاي. وبقول لبعض الاهلاويه اللي بيتريقوا وانت برضو رايح جاي الهم طايلني وطايلك. بس الفرق بيني وبينك ان بيبو الاسطوره مستقر لحد نزل ضده الانتخابات ولا حد رفع عليه قضايا ولا حد عمل ضده بلاغات، وده موس حبيبك اللي جددت له وتاني يوم رايح جاي. فبلاش يا جماعه نقعد نتريق على بعض. فمن يوم اخدت قرار خلاص طارق مش في الزمالك، حتى لو جه بجنيه مش عارف، عشان انت ما رضيتش تدخل العركه. ده بقى بالحرف كده، انا ما اخشش العركه دي. العركه دي لو كنا كسبنا وكسبنا الماتشين اللي جايين سهلين كنا بقينا الاول. انا بشكرك وبقول لك متشكرين.